الأذان يرفع من مسجد غرناطة الكبير. المسلمون هنا وغالبيتهم من الجالية المغاربية يتجمعون، يمارسون طقوسهم التي لم يغيرها الاغتراب من لغة وعادات وملبس وماكل. هذا هو حالهم في غالبية المدن الإسبانية، فهم الجالية الأكبر في شبه الجزيرة الأيبيرية بحسب البيانات التي أصدرها مركز فوناتسيو ديسينسيو الإسباني، والتي أكدت أن عددهم وصل إلى 900,000 نسمة. مشهد عادي هنا في إسبانيا، أن تجد لافتة تحمل اسم محل أو مطعم عربي عادة يكون مغربياً. هذا ليس فقط في مناطق شمال إسبانيا، بل حتى في مدريد في الوسط أو في ملقا هنا في أقصى الجنوب. المحلات المغربية والمطاعم باتت جزءا من المشهد الإسباني، بل أن هذه المطاعم باتت وجهة لكثيرين هنا في إسبانيا. اندماج مع الشعب الإسباني، يعني صار تحس كأنه مغربي كأنه إسباني، خصوصا في منطقة أندلسية. يعني كثير من إسبان أصحابنا وجيراننا وأصدقائنا، يعني تعايش معهم كأنه ابن ولادك مغربي. الإحصاءات تشير إلى أن العقدين الأخيرين شهدا تزايدا في أعداد المغاربة في الجارة الشمالية لبلادهم بثلاثة أضعاف ما كانوا عليه في عام 2003. استقر هؤلاء هنا، ومنهم سعيد الذي افتتح سلسلة محلات جزارة في المدن الأندلسية الجنوبية، رغم أنه بدأ حياته كعامل بسيط قبل 20 عاما. ما في تأثير لأن ما في عنصرية. بعض الدول من السمع يعني بتكون عنصرية، الآن الحمد لله احنا موجودين هون حوالي 20 سنة، يعني ما في عنصرية الحمد لله معهم، يعني بنعيشوا عادي معهم. بتسمع مثلا فيه قرآن، فيه أناشيد، فيه يعني آذان، فيه الحمد لله ما في شيء. وتشير الدراسات إلى أن معظم المهاجرين المغاربة يدعمون السياسة الخارجية لبلدهم، ولديهم ارتباط قوي بالدفاع عن قضاياها وسمعتها، مما يجعلهم مجتمعا نشطا لصالح الرباط في إسبانيا. احنا كنعتبر راسنا السفراء هنا في هذا البلد هذا. احنا اللي كنعطيو انطباع جيد على المغاربه، وكنعطيو فكره جيده، ماشي بحال ديال شحال هذه اللي كانوا الاسبان كانت عندهم واحد الفكره ديال انه هذا السيد هذا جاي غادي ياخذنا المكان ديالنا ولا ياخذنا العمل ديالنا. دابا عرفوا بانه حنايا عندنا مؤهلات بحالنا بحالهم، وبعض المرات كنكون عندنا احسن منهم كاع. المغاربة هنا هم ملح هذه الأرض، تجدهم في كل مدينة وقرية، تقلدوا كل المناصب حتى في الجيش. وقبل أيام احتفل الإسبان بالذكرى المئوية لتأسيس أقوى كتيبة في جيشهم، وهي كتيبة يحيى الموت، والتي يشكل الإسبان من أصول مغربية نحو نصف عددها، وهي القوة التي مثلت إسبانيا في معظم مهماتها العسكرية الخارجية، وتعد دليلا دامغا على مدى التعايش والاندماج الذي حققه المغاربة في إسبانيا جيلا بعد جيل. شهد الكاشف، الحرة، من ملقا بجنوب إسبانيا.